أستاذ مصطفى أمين، من فضلك، بتعتقد إنه لو إحنا عملنا نوع من التأصيل أو التأريخ لأمينة رزق في كتاب الفن، ماذا تمثل أمينة رزق؟ تمثل راهبة ترحبت من أجل الفن. يعني قيمتها في الريادة إيه؟ لا، بلا شك إنها قامت أولا إن هي مثلت، أو سبب شهرتها إنها تمثل أدوار صغيرة جدا. وبعدين في يوم من الأيام جت رواية اسمها الذبائح، مؤلفها واحد اسمه الأستاذ أنطون يزبك المحامي، يسوى بقال أمينة تمثل هذا الدور. فالسيدة رضا يوسف كانت كبيرة ممثلات مصر، فقالت لا أنا أخذ هذا الدور. قال لها يسوى بي، أنت عمرك 40 سنة ودي عمرها 17 سنة ودور بنت 17 سنة. فمدام رضا يوسف قالت أنا مثلت في رواية الذهب ولد عمره 10 سنين، فما مثلش واحد عمره 17 سنة. فقال لها لا، دي هي اللي تمثل. فخرجت روزا اليوسف من الفرقة وعملت مجلة بسبب أمينة رزق. بسبب أمينة رزق. بسبب أمينة رزق. فكذلك دخلت أمينة رزق التاريخ. صحيح. تمام. ومثلت الدور ونجحت فيه نجاح عظيم جدا. إيه وجه الإبداع في أداء أمينة رزق في رأيك؟ إنها أجادت دور المظلومة المضطهدة المجني عليها. دائما. دائما. هل في رأيك تساؤلات يمكن أن توجهها لأمينة رزق على مر هذا الزمن؟ لا، انا بعتقد بس انها كانت تقدر تتجوز وتبقى سعيده، لكن هي كانت معطيه كل حياتها لعملها. هل تعتقد من اعماقك انها سعيده؟ الان يعني انا اؤكد لك ان هي واقفه على المسرح بتعتقد انها ملكه. يعني تعودت ان كل ما تقف ناس تسقف لها، فعشقت هذا. لا يستطيع رجل انه يحل امام محل الملايين.